بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشمالية الشرقية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح دي هتكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وكمان سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة والرياح الخمسينية اللي احنا عايشينها والمثيرة للرمال والأتربة دي مكملة معانا لحد إمتى؟ هو طبعا اليوم هنشوف تحسن نسبي في الاحوال الجويه عن امس، لان احنا بالامس المنخفض الجوي كان بيأثر على معظم المناطق الداخليه وهو منخفض جوي خمسيني، وايضا كان في منخفض في طبقات الجو العليا، وشفنا ذروه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، امطار رعديه في بعض الاماكن مختلفه شدتها من محافظه للتانيه، ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، لكن اليوم درجات الحراره هتنخفض عن الامس بحوالي من درجتين لثلاث درجات. هتظل العظمى على القاهرة الكبرى احساسنا بها شديد الحرارة، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية فترة النهار، المناطق الجنوبية هتكون 45 درجة مئوية، لكن طبعا في المناطق الشمالية درجات الحرارة أقل حدة من أمس، فبالتالي فترة النهار هنحس بالأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري، أجواء مائلة للحرارة لحر على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة أيضا في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هتبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تأثر علينا، فبالتالي هنحس إن في انخفاض في درجات الحرارة، والأجواء هتكون أجواء معتدلة ربيعية في أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات الليل. كمان اليوم متوقع أن يكون معانا نشاط للرياح، سرعاته ما بين 35 ل 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة فقط في المناطق الجنوبية، يعني المناطق الشمالية السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مسارة، فقط شمال وجنوب الصعيد هم اللي هيكون عليهم أتربة ورمال مسارة، وبعض المناطق كمان من شمال محافظة البحر الأحمر. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، المنخفض الجوي خلاص تأثيره بقى في المناطق الشرقية وعلى بلاد الشام، فبالتالي تأثير الأمطار اليوم هيكون أمطار خفيف غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية الشرقية بعض المناطق كمان من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب البلاد، لكن الأمطار الرعدية هتكون موجودة في بعض الأماكن من خليج السويس مدن القناة سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر، يعني التأثير في الأمطار هيكون أكثر في المنطقة الشرقية مش باقي محافظات الجمهورية، وإن شاء الله مع فترة المساء زي ما قلنا هنحس إن التحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير، مع غدا السبت هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية لأن درجات الحرارة هتنخفض وتعود للمعدلات الطبيعية التي مثل هذا الوقت من العام، يحصل نوعا ما اعتدال في سرعات الرياح وتتلاشى الأتربة نهائي وكمان تتلاشى الأمطار من على أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية، ونكون في استقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن بقدر الإمكان بننصح كل السادة المشاهدين إحنا في الربيع وبيحصل تقلبات جوية حادة وسريعة، فمهم جدا نتابع نشرة الجوية بصورة يومية، فترات الظهيرة بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لو إحنا اضطرينا نبقى موجودين في الشارع يبقى لازم معنا غطاء للرأس الشمسية أو كاب، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 36 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 36-23، اسكندرية 27-20، العالمين الجديدة 26-21، مطروح 25-17، دمياط 32-22، بورسعيد 30-22، الإسماعيلية 36-23، السويس 35-21، العريش العظمى فيها 32 والصغرى 22، كاترين 28-16، طابة 36-27، حلايب 37-28، شلاتين 37-28، شرم الشيخ 40-28، والغردقة 40-27.
هنروح للفيوم للعظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 39 26، الوادي الجديد 45 30، اسيوط 41 25، سوهاج 42 26، قنا 44 30، الاقصر 45 31، واخيرا اسوان العظمى فيها 45 والصغرى 32. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه.